تحية لكم مشاهدين الكرام على قناة يمن شباب في كل مكان، طاب مساؤكم بالخيرات وأهلا بكم في حلقة جديدة من تعز في أسبوع. إضافة جديدة إلى معاناة تعز بدأت تظهر وبدأت تطفو على السطح، هذه الإضافة هي إضافة إلى معاناة الحرب والحصار، لكنها أشد فتكا وأكثر إيلاما. هو الفساد إذن الذي يزرع اليأس في كل قلب يطمح إلى حياة عادلة ومستقرة، تدهور في العملة، غلاء في المعيشة، واختلال في الأمن، وفساد يتسلق على دماء الشهداء وتضحيات المناضلين. فساد يجلس على كرسي المرافق العامة إلا ما ندر منها والنادر قليل. الإفساد تحد جديد أمام الأحرار في المحافظة التي قدمت الكثير من الدماء والشهداء ولا تملك سوى الهتافات في الشوارع ضد الفاسدين. في حلقة هذا الأسبوع أزمة النظافة في تعز والمكاشفة المرة، هل تجد طريقها إلى صاحب القرار الأول في المحافظة؟ منظمة شباب رؤيتنا غير رؤية وإنجاز، وفيها أيضاً ميادة الورافي رسامة تستأنف الرسم بعد حريق منزلها، وفيها ملخص إخباري لأهم الأحداث في هذا الأسبوع. شباب رؤيتنا غير منظمة شبابية بدأت قبل الحرب، بدأت في أروقة الجامعة وخففت من معاناة زملائهم الطلاب كثيرا. هؤلاء الشباب تميزوا في الرؤية، تفردوا في الأداء، وجاءت الحرب لتضعهم أمام تحديات كثيرة، فكانوا رواداً في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتوعوية، ونالوا بأعمالهم جوائز تعد اعترافاً بجهودهم. منظمة شباب رؤيتنا غير كانت البداية والانطلاقة لها في رحاب جامعة تعز. بدأت هذه الفكرة مجموعة من الشباب كانت عندهم مجموعة مشاكل وقضايا يعني داخل الجامعة، بدأوا بفكرة إنه ليش إحنا ما نأسس يعني كيان شبابي يترأسه أحد من الشباب بحيث إنه يناقش قضايا الشباب في داخل الجامعة وخارج الجامعة. كانت الفكرة من أحد أعضاء المنظمة إنه كيف نصنع مشروع في ظل الحرب والوضع وفي ظل إنه ما فيش أي منظمة في الميدان، فحاول يقنعنا إنه نجيب فكرة أو مشروع وعرضها علينا اللي هي 10 ريال تصنع فرق. بصراحة في البداية ما كانش في واحد مننا متقبل الفكرة، إنما حاول أكثر من مرة يشرح لنا إنه 10 ريال فوق 10 ريال قد تساعد أو قد تعمل فرق. خلال 6 أعوام استطاعت منظمة شباب رؤيتنا غير تنفيذ 51 مشروع في مجالاتها الأربعة: التنموية والتوعوية والثقافية والإنسانية. استفاد عدد 111,726 حالة إنسانية من هذه المشاريع. تطورت إلى أن أصبحت منظمة وحصلت على ترخيص مزاولة العمل من وزارة الخدمة الاجتماعية وشؤون العمل، مكتبها في محافظة تعز. بعد جني الثمار أول مشروع أقمناه اللي هو إغاثة نقدية لأفراد بلغ عددهم 642 شخص و 7,000 مساعدة لمرافق التعليم البديل، وكمان 1918 وحدة علاجية للمرضى، وأيضا إعادة ترميم قسم سوء التغذية في مستشفى السويدي ما يسمى الآن بالنقطة الرابعة. أصبحت منظمة شباب رؤيتنا غير طبعاً تعمل في 4 مجالات: تنموية، إنسانية، ثقافية، أيضاً في المجال التوعوي. أما في المجال التوعوي فقد تنوعت أيضاً من حيث إنشاء صحيفة الفكر الجامعي وحملة حياتي غير، وأيضاً برنامج يد واحدة ضد الإرهاب في عام 2014. لما نزلنا وجينا الثمار
فاجأنا بواقع أنه العدد المساهمين في المشروع بلغ 2219 مساهم. قدمت المنظمة العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية بسبب فرض الحصار من قبل ميليشيا الحوثي. كانت منظمة رؤيتنا غير هي أول منظمة تقوم بتنفيذ مشروع سقي الماء، والذي استفاد منه عدد 10,000 مستفيد، وأيضا قدمت مشاريع إغاثية أخرى كتقديم السلل الغذائية والمعونات النقدية والطبية. منظمة شباب رؤيتنا غير أيضا تعتبر هي المؤسسة الشبابية الحاصلة على جائزة MTN لأفضل المؤسسات الشبابية الموجودة والعاملة في الجمهورية اليمنية. واجهتنا الكثير من المشاكل، ومن هذه المشاكل أو أبرزها أننا كنا لا نستطيع توفير الماء في فترة الحرب بسبب الحصار. وصل سعر الوايت الماء إلى ما يقارب 20,000 ريال. توفرت لدينا السيولة المادية، ولكن بسبب الحصار لم نستطع إيصال الماء إلى المستفيدين. من أبرز المعوقات التي واجهت جهود الشباب نظرة المجتمع للمبادرة. المجتمع ينظر للمبادرة وكأنها جزء من مؤسسات الدولة، وبالتالي يطالبهم بمطالب تفوق قدراتهم. أيضا من ضمن التحديات أيضا التي نعاني منها حاليا اللي هي نظرة المجتمع، أنه ينظر إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات بأنها جزء كبير ولا يتجزأ عن مؤسسات الدولة، حتى أنه يطلب مننا بعض الاحتياجات كبيرة التي تفوق قدراتنا وطاقتنا وإمكانيتنا جدا المتواضعة، ومع ذلك نطرق أبواب منظمات، نطرق أبواب جهات، لكن لا نجيب أو عفوا لا نلقي أي تجاوب أو ردود معنا، بحيث أن احنا نساهم في حل هذه القضايا والمشاكل المجتمعية. أيضا من المعوقات التي واجهت فريق العمل في الميدان هو ضعف الثقة بين المجتمع والمنظمات، وأيضا من المعوقات كذلك عدم توفر المواد الغذائية في فترة الحرب عند التجار. رسالتنا لحشد الطاقات والجهود نحو تحريك الطوفان المجتمعي برؤية جديدة وأفكار معاصرة لتحقيق مشاريع تنمية مستدامة. شباب رؤيتنا غير منظمة شبابية من مختلف المحافظات، ذابت كل ولاءاتهم المناطقية والعرقية، وكانوا انعكاسا للوعي الذي تتميز به كعاصمة للثقافة وصمام أمان من التشظي. ميادة الورافي طالبة في قسم الفنون الجميلة، بدأت تحترف الرسم كهواية منذ الصغر، ولكن الحرب طالت منزلها وهجرت أسرتها وأحرقت لوحاتها. بدايتي مع الفن كان منذ الطفولة، يعني كأي طفل يحب يرسم ويلون ويشخبط عادي، يعني حكايتي مع القلم والألوان من بدايتي. تطورت معي كذا، بديت أرسم وكذا، بس كان كهواية يعني لم تنمى إلى سن الثانوية، بس كان ممنوع من ذلك، إن الوالد يقول اهتمي بالدراسة والهواية بعدين بتيجي. بس افتتح قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب جامعة تعز، وجاء المجال أني أدخله الحمد لله، ودخلته وبديت أنمي موهبتي. كان لدي العديد من الأعمال كهواية قبل كذا مارستها وجمعتها قبل الدخول في الدراسة، بس للأسف فقدتها مع اندلاع الحرب ودخول الحوثة محافظة تعز وإخراجنا من منزلنا وإحراق المنزل، وفقدت كل شيء يعني. ميادة الورافي استأنفت الرسم وبدأت مرحلة جديدة لرسم يتحدى الحروب بكل أمل وتفاؤل. بدايتي الآن كأني أبدأ بداية جديدة مع الرسم ومع اللوحات، يعني كل ما أبدأه الآن هو بداية جديدة. يعني الحرب دمرت وأخذت أشياء كثيرة وجميلة من حياتي، بس اللي أبدأه إن شاء الله بداية تفاؤل وأمل بإذن الله. لوحتي الزيتية تحت مسمى تعز الحرب والسلام،
هي عبارة عن وجه لجمال الصبرية والشخصية صبرية، يعني حبيت أنقل الجمال وما يحاصره في تعز من ألم، من حزن، من كآبة، من حرب، من مأساة التي يعانيها الناس. يعني وجه البشر دائما يتطلع إلى الأمل، إلى الأمام، إلى المستقبل المفرح رغم ما يحيط به من كل شيء، من ألم الحرب، من المعاناة النفسية، المعاناة في ظل مدينة محاصرة لعدد من السنين، النكسات التي تعانيها المدينة. كل هذا نقلته في لوحتي، وحبيت أنقل فيها الأمل والفرح والحب والسلام والتطلع للأفضل أكثر من أني أنقل المعاناة والألم اللي موجود. بالنسبة لتقنية الزيتي أو اللوحات الزيتية، فالأقرب إلى قلبي أنني أرسم اللوحات الزيتية، الأقرب إلي هو البورتريه، يعني أنقل وجوه الناس، لأن الوجه وجوه الناس والبورتريه هي الأكثر اللي تنقل المشهد، تنقل المعاناة، تنقل المشاعر، الفرح، الحب، الحزن، كل شيء موجود في وجوه الناس. فأنقل لوحاتي بغالبيتها بتكون عبارة عن بورتريهات أو مناظر طبيعية، يعني بحب أميز الجمال وأنقل الجمال. كأي فنان تشكيلي الرسم بعدة تقنيات أو عدة أشياء، كالرسم الرصاص والرسم بالأبيض والأسود، الرسم المائي والأقرب إلى قلبي نظراً لشفافيته وجماليته، الرسم الزيتي، تقنية الزيتي الذي يفضلها الكثير من الناس، يعني أن تنقل الواقع بالألوان، وغالباً تكون الألوان مفرحة وناقلة للواقع بشكل كبير. كصعوبات نعانيها نحن الفنانين التشكيليين محافظة تعز شحة المواد للرسم، وفي بعض الأحيان لا نجدها حتى في ضمن المحافظات الأخرى، بس في ضمن محافظة تعز شحيحة جدا، يعني الألوان، الفرش، الحاجات اللي نستعملها مش موجودة غالبا. كمان قلة الدعم للموهوبين محافظة تعز والاهتمام القليل فيهم، رغم كمية الموهوبين الكبيرة الموجودة فيهم الاهتمام قليل، لا يوجد بيت للثقافة وبيت للفن لتجميع كل الموهوبين فيه وتنمية مواهبهم. نتمنى الاهتمام فيهم، نتمنى الاهتمام بالموهوبين والموهوبات، تأمين الاحتياجات لهم، ووجود ملتقى للجميع، يكون ملتقى للفنانين، فنانين تشكيليين وفنانين غيرهم، ننمي مواهب تعز، إعادة تعز الثقافة، إعادة تعز تكون عاصمة للثقافة وعاصمة للفن دائما. ميادة الورافي فنانة تشكيلية تستلهم من الواقع لوحاتها وتمزج ألوانها كرسالة مفادها أن الحياة مستمرة ولن تهزم الحرب أي أمة تريد الحياة. للمرة الثالثة ونحن نتناول أزمة النظافة في تعز، لا مناكفة أو تحريضا لأحد ضد آخر ولا لجهة ضد أخرى، ولكن واقع المعاناة وطوفان المخلفات التي رصدتها ووثقتها الكاميرا. والكاميرا لا تكذب ولا تنحاز ولا تشخصن. مدير صندوق النظافة يبرر ويقول بطريقة إنشائية أن سبب تراكم المخلفات عجز في الموارد وفي المعدات. مدير مشروع النظافة يكرر نفس المبررات ويتحفظ على حجم الموارد وكيفية إنفاقها. المواطن لا يريد كلاماً
إنشائيا ولا تقنعه أي مبررات ما لم يرى ويلمس النظافة في كل شارع وحي وحارة. سنتابع في هذا التقرير تصريحات متناقضة بين أطراف تحمل على عاتقها مسؤولية النظافة وتبرر بمنطق مرتعش للعجز في تنظيف مدينة تكفي مواردها اليومية أن تجعلها أنظف مما نتوقع. يعني العوائق التي تعيق مشروع النظافة هي المعدات، وفي المقام الأول رواتب الموظفين، مشاكل مالية. طيب. والمشاكل المالية هي تؤثر سلبا على عمل النظافة. هذه مطالبة، خلينا نتكلم على الواقع الآن. في معكم موارد الآن من خلالها تقوموا بتنظيف المدينة؟ والله الموارد هذا كان تقدر تسأل الأخ حسين في هناك من يقول أن المحلات التجارية والمطاعم قاولوها مقاولة مع بعض الأشخاص، وأنا أتمنى أصحاب المطاعم هكذا يقول، وأنا أتمنى أنهم يظهروا هؤلاء الأشخاص اللي بيعملوا هذا العمل السيء الذي يسيء سمعتنا. من اللي افترض يتدخل عشان يمنع هذا الكلام؟ والله الذي يتدخل المحافظ، المدير بالمقدمة، بحكم أنه رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة بصفته المسؤول الأول عننه. شوف المشكلة، المنظمات تسلم على غير الضيف، بدل مثلا منظمات تجي داعمة، ما تجيش تشترط عليك أنك لا تريد. المنظمة مثلا الآن تشتغل مثلا وتنزل للبيت أكثر من 20 مرة، تنزل تسأل ابنك بنتك كم الأسرة ذيك، أنت جيت تدعمني في مجال النظافة، ليش يرفضوا التنسيق معكم؟ إيش المشكلة؟ أنا يعني أنا بالنسبة لي كمدير مشروع نظافة، أنا بالنسبة لي أتكلم ولا حصل أي تنسيق. ليش توقع ليش يعني؟ وأنا على 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 قدر من المسؤولية، لكن 4 بوابات شنو أنظف مدينة تعز؟ ابتدينا ب4 معدات والآن إلى 8 معدات فقط بتجميع هذه البوابير وإصلاحها، وكانت عبارة عن 4 بوابير فقط. ألم يكن هناك حل متاح أفضل؟ يعني الآن هل كان الحل اللي أمامك فقط أنك تجمع البوابير الخربانة وتصلحها؟ ما كانش بالإمكان أنه نشتري بوابير جديدة؟ هل هذه الدرجة؟ إحنا نتكلم على إمكان الدولة الآن. لم تكن الدولة في ذلك الوقت موجودة. رئيس الوزراء في فترة من الفترات على حد علمي أنه صرف مبلغ بهذا الخصوص، هل الكلام هذا صحيح؟ وإن ذهب، يعني أليس كان من الأولوية أن نشتري في هذه المعدات الناقصة؟ أعتقد أن رئيس الوزراء، أنا رحت إلى عدن وقابلنا رئيس الوزراء وقبل 100 مليون، حتى الآن أنا أقصد هذا المبلغ، حتى الآن لم تخرج هذه 100 مليون. لكن أيضا نريد ميزانية تشغيلة لهذه المحافظة، نريد دعم أساسي. كيف إذا وجدت آلية نزيهة لصرف الموارد ومحاسبة المسؤولين؟ النظافة في تعز ملف محرج لا يليق بدماء أحرارها التي تسيل فداء لترابها. ليعلم هؤلاء وأولئك أنها تعز تثور ضد الظلم ولا تستثني أحدا. ارتفاع القباطي مديرة مركز التوعية البيئية لها موقف مغاير ورأي مختلف، وهي ضيفتي في حلقة هذا الأسبوع لاستكمال الملف الذي بدأناه سوياً، نظافة تعز. ضيوفي خلال الحلقات الماضية لخصوا الإشكالات في إشكالات مالية وإشكالات إدارية وإشكالات توعوية. الأستاذة ارتفاع القباطي هي ضيفتي في هذه الحلقة، وهي مدير مركز التوعية البيئية بالمحافظة. سنتحدث معها حول الجانب التوعوي وعلاقته بالبيئة، وأيضا سنتحدث معها حول تعليقها على ما تقدم أو ما قيل في الحلقات الماضية من قبل مدير مشروع النظافة وأيضا مدير صندوق النظافة بتعز. أستاذ ارتفاع، مرحبا بك، أشكرك شكرا جزيلا على حضورك لمكتب القناة للحديث حول هذا الموضوع. الأخ مدير مشروع النظافة قال هناك يجب أن يكون هناك توعية للناس حتى يساعدونا في مسألة الحد من مظاهر القمامة المنتشرة في الشارع. أنت بدورك كمديرة مركز التوعية بالبيئة، ما الذي فعلتي وما هو دورهم في دعم هذا المركز حتى يؤدي دوره؟ الغريب أنهم ينتقدوا مركز التوعية وهم السبب في عدم تفعيل هذا المركز. مركز التوعية الآن يعمل بجهود ذاتية بدعم من فاعل خير. ليش؟ رافضين دعمه من صندوق النظافة. إيش اللي خلنا نرافضه؟ رغم التوجيهات الصريحة من نائب رئيس الوزراء قباري، من محافظ المحافظة،
بس مش عارف ايش يعني السبب. انا وانت وكل الناس وهم ايضا مدير مشروع النظافه ومدير الصندوق والمحافظ كلنا على قناعه انه هذا المركز مهم جدا وحيوي، والتوعيه بنظافه المدينه سينعكس على 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 الشارع، وبالتالي كلنا محتاجين لهذا المركز ان يفعل وان يعمل. ايش اللي يخليهم يهملوه يعني؟ ايش المشكله يعني؟ هل هو مثلا عدم وجود امكانات؟ انا اشوف انه عدم وجود خبره. ما دام هم يقولوا احنا نعاني من نقص التوعيه لدى افراد المجتمع، طيب انتم السبب، ليش ما تدعموش المركز يعني. ايوه ايش اللي قدمتوه لمركز التوعيه على اساس انه ينزل ويعمل حملات؟ الان حملاتنا بجهود ذاتيه ليس الا. طيب انت ايش اللي تعملوا الان بجهود ذاتيه؟ ايش اللي قدمتوه؟ كوننا اصدقاء للبيئه في المدارس، كوننا اكثر من 900 يعني فرد بالحارات يقوم على عمليه الكنس والحفاظ على البيئه. نحاول بقدر الامكان ان احنا نحول اعمال تطوعيه بس. اعمال تطوعيه تكون احنا نريد ايش؟ العمل يكون لدى الفرد الشخص سلوك يومي يهتم بالنظافة. طالبتيهم بدعم المركز؟ طالبت، ولكن لا حياه لمن تنادي. انا على حد علمي انه ما فيش امكانات. هل فعلا ما فيش امكانات؟ ما فيش ضمير حي. اما الامكانات موجوده، الايراد موجود. ايش يعني انت بتتوقع انهم بيقولوا في ايراد واحنا نعبث فيه؟ مش معقول. كيف يتم العبث فيه؟ الإيراد أولا ما هو الإيراد، وبعدين نتكلم كيف يتم العبث فيه. ما هي الإيرادات اللي تعرفيها أنت؟ إيرادات النقاط. النقاط كم نقاط؟ في معهم الآن النقطتين اللي بالتربة والنقطة اللي بداخل مدخل المدينة. يعني السيارة الواحدة المحملة بأي بضائع من أي نوع تمر تدفع لهاتين النقطتين في التربة وفين؟ مدخل المدينة. كان سابقا أي بضاعة تدخل، أي بضاعة ضروري تدفع رسوم نظافة. كان سابقا الكرتون عليه 5 ريال، الآن 15 ريال. تقريبا كم الإيرادة اليومي متوسط؟ ما بين يعني 800,000 تكون كذا وأقل، ربما أقل ربما أيوة. أكثر، هذا المتوسط. قد تكون يعني أكثر. أيوة. يوميا. في إيراد آخر؟ إيرادة المديريات. المديريات تقريباً كمان تقريبا بالشهر كم؟ لأن الإيرادات تقريبا شهرية صح؟ أيوة. يعني لحدود 4 مليون. 4 مليون في 3 مديريات. أيوة. يعني 12 مليون في معاهم دعم من غير الدعم، دعم المنظمات. يعني هتكلم تقريبا على 24 مليون حاجة زي كذا يعني صح؟ اللي هي النقاط زائدا المديريات. طيب بعدين المنظمات تدفع كاش، تدفع مبالغ للصندوق. أيوة تدفع. متأكدة؟ طبعا. أيوة. تدفع لهم. الآن يقولون تدفع لهم ديزل، تدفع لهم قيمة الديزل. يقولون إنه ما تنسقش معهم المنظمات، تنزل على طول تشتغل في الميدان. نعم. منعوها، ممنوع أي منظمة تشتغل بدون الرجوع لصندوق النظافة. ممنوع. ضروري تبدأ تنسق معاهم، تتفق وتشتغل عبرهم. حتى الآن اعتمدوا من مرسيكور 225 عامل. فينهم يغطوا أحياء وشوارع المدينة؟ مش موجودين. تدفع لهم مرسيكور بشكل مباشر ولا تعطيها للصندوق وصندوق يدفع؟ شوف، هو يا أما تدفع لهم يعني نهاية كل أسبوع بحسب الاتفاق بينهم. لكن صرفية الديزل الآن لصندوق النظافة، وصرفية الديزل يعني في ازدواجية ما يعني بين المنظمة والإيراد. يعني قيل لي أنه تيجي المنظمات تقاول مكان مثلا برباشة، تقول أنا بعرف المخلفات اللي في برباشة خلاص وتتصرف، ما لهمش دخل فيها. هذا كلام مش صحيح. لا مش صحيح. عبرهم وهم اللي يرتبوا معها. أيوة. طيب في إيراد أخرى غير المنظمات؟ الإيرادات قادرة أقولها يعني كذا، قادرة أنها تغطي نظافة وتحسين شوارع ورواتب الموظفين والعمال. طيب ولكن الآن ولكن أيوة ولكن الآن يعني التشتيت الحالي والكارثة اللي نشوفها الآن في شوارع المدينة بسبب عدم القدرة على تنفيذ برامج صحية بيئية صحيحة. الإيرادات تخرج مصروفات خارج إطار النظافة. كيف؟ فين؟ فين هذا عليهم لمن؟ لكن نقدر إحنا المحافظ يشكل لجنة لجنة رقابة تعمل على كشف الحقائق ومراجعة سجلات المصروفات والإيرادات. كيف تصرف يعني؟ أوكي الإيرادات تروح لفين؟ إلى حساب مثلا في البنك ولا إيش؟ في تروح لحساب وفي تصرف مباشرة يعني زي ما يقولوا من فوق الملحة. يعني ما تصرفش من رئيس مجلس إدارة الصندوق؟ في بعضها بتوجيهات. بتوجيهات؟ توجيهات على طول يعني. تلفونية. جيب لفلان كذا وبعدين بني وقع لك. ما الإيرادات يعني 100% يعني لو وظفت هذه الإيرادات بشكل صحيح ممكن مدينة تعز تكتفي بهذه الإيرادات، تنظف يعني. تنظف قدني أقول لك تنظف، تحسن الشوارع الموجودة الآن في وتحسين الشوارع كمان. مش إلا نظافة وكمان تحسين. تحسين الشوارع ورواتب العمال بتصرف إذا كان في ضمير حي يعمل بصدق من أجل تعز. جميل.
بالنسبة للمعدات اللي دائما يتحقق انه ما فيش معدات، المعدات الموجودة الآن هل كافية؟ أو بالإمكان انه من الإيرادات نشتري معدات جديدة؟ المعدات صح انهم يعانوا من نقص بالمعدات، ولكن تغطي هذه المعدات بدعم المنظمات. المنظمات ليش ما يستأجروش معدات؟ إذا يعني 100,000 من الإيراد سخروها لنقل مخلفات، الزفة تطلع ب10,000، 22 متر مكعب بابور يعني ب10,000، يعني لو أخرجت 300 طن من القمامة ب100,000 باليوم. تمام، يعني ولا حتى أيوة. تقريبا هذه حق القات حقهم ال 100,000 بيخلوها كانوا حق إخراج 300 طن حق القات حق القات. أيوة. حسين المقطري قال أنه في 4 معدات كانت مهلكة خربانة فصلحوها علشان يشتغلوا فيها. بصراحة أنا سمعت المقطع الأخير الأستاذ حسين ونسف جهودنا وجهود من بذلوا بين القذائف والحرب، بذلوا يعني أرواحهم وجمعنا معدات النظافة من خطوط النار وسلمتوها بمحاضر رسمية. سمعته تفاجأته، كان من الإنصاف إنه مدرس وداري إيش عملنا يقول عملوا كذا وكذا. حسين المقطري مدرس؟ طبعا مدرس. علاقة بالنظافة؟ هي عدم الخبرة أصلا، في دخلاء كثير على صندوق. انتقل يعني من التربية إلى النظافة؟ إلى النظافة، يعني الوساطة تلعب دور. أنا بقول لك كذا، الوساطة تلعب دور. أنا الآن لو كان عندي وساطة، يعني قبل ما كانش موظف في النظافة، ما هوش موظف، هو مدرس تربوي. احنا اللي لنا 20 سنة الان مستبعدين، كل واحد في ببيته يحاول انه يعود علشان يشتغل، يعامل من جديد كانه بيتوظف من جديد. طب انت صلحتي هذه المعدات وسلمتيها لي بمحاضر رسميه؟ من فين صلحتيها؟ كيف صلحتيها؟ جمعتوها طبعا من خطوط النار. كان قبل غياب الدوله والحرب، بدايه الحرب كانت المعدات بالشوارع، منها من أكلفت بالقذائف ومنها كذا. هل في مستفيدين داخل صندوق النظافة من هذا الوضع، بالتالي حريصين أن يبقى على ما هو عليه؟ بسبب تراكمات القمامة بالشوارع في مستفيدين. كيف؟ في مستفيدين، إذا كانوا مش مستفيدين هم ما بيجلسوش بالمكان هذا بصندوق النظافة. يعني تلقى لهم الشتم واللعن، وصابر وصابر على إيش أنت؟ صابر على أنا مستفيد ليش يكذب يقول أنا مش مستفيد؟ طيب يا أخي استفيد ونظف أقل حاجة، لكنك تهمش النظافة وتستفيد أنت ومن معك. قد سمعت عدة مرات وهم يتكلموا منهم المستفيدين من وراءهم. في طرق كثيرة بالإمكان واحد يكتشف إذا في خلل أو في فساد أو في كذا، صح؟ زي إيش يعني؟ مثلا تشكل لجنة تطلع سجلات المصروفات والإيرادات من أمين الصندوق، من الحسابات، من تراجع بتلاقي الاختلالات والصرف مباشرة، والصرف عبر التلفون والصرف. أما الإيراد اللي يورد للبنك ما هو إلا عملية تمويه فقط. يعني ما يورد إن المسألة ماشية أكثر من اللي يورد للبنك. أيوة، هذيك معهم مصروفات يومية هم كأشخاص. أكيد تقريبا. وعدم متابعة الرواتب للموظفين، مسألة المصروفات اليومية لهم الآن إذا تابعوا ونزلت رواتب ما بيستفيدوش، بتكون المصروفات حقهم قلت اليومية. الآن معهم مصروفات يومية، يعني الواحد الآن ب300,000 بالشهر تطلع له مصروفات يومية. هذه المصروفات اليوم دون التنقلات، هذه مصروفات تعتبر يومية بس. هذه نتيجة الوضع الاستثنائي هذا، لكن لو انضبطت العملية بيكونش هذا المبلغ موجود، بيكون له مكافأة محددة، وبالتالي يهمه أن يبقى العمل. أيوه، بيهمه أنه يبتعدوا، يستبعد الموظفين كامل، يستبعدهم المطاعم، مقاولة المطاعم والكذا، يدفعوا إيرادات ورسوم رفع مخلفات المطاعم. بس يعني يدفعوا لهم مبالغ مقابل أنه يأخذ مخلفات، وهذه المبالغ هل تورد بشكل رسمي ولا مقاولة كذا متاح لا تحت؟ في منها بسندات، في منها بدون سندات، في منها اتفاق ما بين فلان وفلان، وأمر لصاحب البابور يروح يأخذ المخلفات ويأخذ الحساب. يعني في ابتزاز للعمال أنه بنوظفكم مقابل أنه نحصل على مبلغ من الراتب. في توظيفات جديدة حصلت، يعني بالوضع الاستثنائي اللي تمر فيه بوتعيز والحرب، من اللي أتاح لهم المجال يوظفوا توظيف جديد لأقاربهم والموظفين 32 شهر بدون راتب، وفي توظيف جديد بدل ما يجيبوا رواتب للموظفين القدامى. والمشكلة أنه الموظفين القدامى الموجودين يوميا على باب المكتب زي اللي يرجع يشحت الوظيفة، شحت، مش راضين يعيدوه مربعه أو يعيدوه وظيفته. ليش؟ يقول لك لو رجعت بتترتب الأمور، لو رجع العامل هذا مربعه ورئيس الدائرة منطقته والمديريات أشرفت على العمل بتترتب أمور النظافة. لكن الآن كعملية ضغط
وعمل استثنائي وما فيش دولة وما فيش كذا، هي سبب يعني العشوائية بالعمل. الآن مش موضوع وإرباك الميدان ولا معدات، هناك فساد ينخر في عظام المدينة من الداخل، يعني لابد أن نسلط عليه الضوء أكثر. طيب أنت الآن إيش اللي تحتاجه علشان تفعلي هذا المركز؟ مركز النفقة التشغيلية للمركز، تطالبي بالنفقة التشغيلية من الإيرادات الموجودة؟ طبعا هي كانت تصرف قبل سابقا من الإيرادات الموجودة. هل قدمت المحافظة أي مشروع توعوي مثلا بحيث أنه يدعم؟ قدمت عدة مشاريع، معنا أكبر مشروع مشروع المخلفات الطبية. الآن المخلفات كارثة، تدمج مع المخلفات العادية، يرموا بمخلفات الطبية مستشفى الثورة إلى خارج السور وتخلط بالزبالة المنازل. يعني وتخيل جاءت الأمطار، جاءت كذا انتشار الأمراض الآن، السرطان، الفشل الكلوي بسبب هذه الكارثة. سويت من يعني برنامج على أساس أن تكون معدات خاصة ومقلب خاص بدفن النفايات الطبية، ما فيش تجاوب المشكلة، ما فيش تفاعل، ما فيش تجاوب من الجهات المعنية. جميل. طيب في أي شيء آخر شو تقوله؟ نناشد إحنا محافظ المحافظة لتصحيح المسار في صندوق النظافة. ليش ما يعادش النظافة كنس وترحيل على المديريات؟ لماذا علقوا المديريات الثلاث بأشخاص محدودين؟ من المفروض المديريات، يعني في توزيع مهام وصلاحيات الآن لكل مديرية، الآن مدير أسهل. الآن مدير فرع صندوق النظافة مثلا بأي مديرية ما يتابعش النظافة، يتابع الإيراد فقط. تقول له تابع النظافة في مواقع، تجي أنا إبلاغ عنها، يقول لا مش من مهامي. من اللي يتابع النظافة طيب؟ ما فيش أصلا يمنع أنه يتابع النظافة. لو رفع النظافة في المديرية تابع الإيراد فقط، والإدارة العامة تابع الإيراد فقط. على كل حال أنا أشكرك شكرا جزيلا، أتمنى أن أراك في حلقة قادمة ويكون الوضع فيها قد تحسن. نحن بدورنا سنقوم بتغطيات قادمة في هذا الملف إلى أن يعني نصل إلى حل يرضي الجميع ويرضي كل أبناء مدينة تعز ويليق بتعز حضارة وتضحية. أشكرك شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذن أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، سأراكم في حلقة مقبلة وملف آخر من الملفات الهامة التي تتعلق بحياتنا اليومية في محافظة تعز. مشاهدي الكرام، سنذهب إلى الفقرة التالية وهي حصاد هذا الأسبوع مع الزميل عبد العزيز الذبحان. شكرا عمار، مرحبا بكم مشاهدينا في حصاد الأسبوع. كشف مدير الإعلام الأمني بمحافظة تعز النقيب أسامة الشرعبي عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضية قتل الشاب المنشد هارون التميمي. وقال النقيب الشرعبي في تصريح ليمن شباب أن قضية الشاب التميمي جنائية وليس اغتيالا مقصود، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من الجناة. وأضاف الشرعبي أنه بناء على التحقيقات مع عدد من المضبوطين، تواصل قوات الأمن ملاحقتها لعدد من المتهمين الذين شاركوا في تلك الجريمة. وكان مسلحون فتحوا النار على مركز امتحاني في مديرية المعافر بمحافظة تعز الأسبوع قبل الماضي، وقتلوا الشاب هارون التميمي أثناء مشاركته في الرقابة على الامتحانات الثانوية. تواصل قيادة محور تعز صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني في جميع الألوية العسكرية بالمحافظة منذ يوم الأحد الماضي. وقال بلاغ صادر عن قيادة المحور أن الرواتب التي سيتم صرفها هي لشهري أبريل ومايو الماضيين، وسيتم صرف الراتبين في جميع الألوية العسكرية بمن فيهم كشف الملحقين. وتأتي عملية الصرف الجديدة بعد أن شرعت قيادة المحور في صرف رواتب شهداء الجيش الوطني لشهرين، وذلك عبر مصرف الكريمي. أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز رفع حواجز التفتيش على الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز، وذلك خلال أسبوعين. ومنعت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة المحافظ أمين محمود استحداث أي حواجز تفتيش في أي منطقة خارج توجيهتها. وأقرت اللجنة الأمنية في تعز بالمقابل الإبقاء على حواجز التفتيش التي أقرتها دون أن تذكر مواقعها. وشدد محافظ تعز على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية وفقا للإمكانيات المتاحة لتوفير الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة ووضع حد لكل مظاهر الاختلالات التي تسيء للدولة وعلاقتها بالمواطن. احتج موظفون في هيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز رفضا لإحالة زملاء لهم إلى البحث الجنائي من قبل رئيس الهيئة.
وطالب المحتجون في وقفة احتجاجية أمام مقر البحث الجنائي محافظ المحافظة لوضع حد للتعسفات التي يرتكبها رئيس الهيئة بحق موظفي المشفى، وتوعد الموظفون بتصعيد احتجاجاتهم السلمية حتى نيل كافة مطالبهم وتصحيح أوضاع المشفى المتدهورة حسب وصفهم من جهتها أقرت السلطة المحلية إعداد دراسة هندسية عاجلة لترميم مبنى هيئة مستشفى الثورة التعليمي. تظاهر أهل الناشط في المجال الإنساني هيكل عصيوران ومعهم ناشطون من منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز للمطالبة بالكشف عن مصيره، وطالب المحتجون خلال وقفة أمام مكتب محافظة تعز السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتهم بالبحث عن الناشط هيكل وإعادته إلى عائلته ولأطفاله وملاحقة الجناة. وكان الناشط هيكل قد اختطف قبل 3 أسابيع من وسط المدينة من قبل مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية بحسب أهالي المختطف. ويشغل هيكل منسقا لمنظمة الغذاء العالمي وممثلا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث في مديريتي المظفر والقاهرة. رفض الفساد في مدينة كتعز الثورة له موعد ولا نراه بعيدا. هذه المحافظة التي واجهت النظام العائلي بالثورة السلمية والانقلاب بالمقاومة ستفضح وجه الفساد ومن تستر بالشرعية. أراكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.